البداية كانت مع تأسيس الاتحاد المصري سنة 1931. فاز عبد الفتاح باشا عمرو ببطولة العالم للسكواش. احنا لنا تاريخ كبير وعريض في هذه الرياضة. لأن يمكن ما حصلش قبل كده إن نادي في مصر استضاف أي بطولة عالمية في أي لعبة. فلما الاتحاد المصري عرف الموضوع ده تشجع جدا الفكرة دي. وابتدى يخاطب الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي ابتدى يشوف ايه وادي دجله، ايه عدد الملاعب اللي عنده. اكتشف ان احنا عندنا اكبر عدد ملاعب سكواش على مستوى العالم. فكان القرار بالموافقه ان وادي دجله يستضيف البطوله دي في ديسمبر اللي جاي. عندنا ناس كتير جدا مهتمه جدا بلعب سكواش جوه وادي دجله، فده شرف لوادي دجله انها تنظم بطوله العالم سكواش للسيدات. اخر حاجه عايز اقولها ان هوفلي نقدر ننظم البطوله بشكل يرضي مصر ويرضي الناس في مصر، وما فيش اي اهداف ماديه من البطوله. هدف الوحيد الموجود هو شكل مصر ووضع مصر في الخريطه الرياضيه العالميه. سنور ال شربيني، القرعه زي ما شفت لسه معموله ايه، ويعني الحمد لله مشيت كويس. يعني ما اعرفش حد هيبقى متضايق من الماتشات او حاجه. في ناس كانت بتقول مصريين كتير هيلعبوا مع بعض، كان نفسنا طبعا المصريين يتوزعوا ابعد شويه عن بعض، بس يعني ان شاء الله يعني تبقى بطوله ناجحه. وانا فخوره ان وادي دجله الحقيقه بينظم البطوله. مؤتمر صحفي عالمي طبعا، بيجي ناس كتير جدا من كل انحاء العالم عشان يغطوا الحدث العالمي ده، وان شاء الله نكون على قد المؤتمر ده ان شاء الله. ديبيكا باليكال will play qualifier.